متابعي قناة القاسمي للعقارات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير، ودامت لكم الصحة والعافية إن شاء الله. مرحبا بكم الإخوان والأخوات معنا في هذا الفيديو اللي غنشوفوا فيه واحد البارطما سيمي فيني، حرش ومرطوب كما كتشوفوا. البارطما جوج ديال الفراسد، كتواجد في الدوزيام ايطاج في واحد الموبل اير بلس دو، جوج ديال لي زيطاج فقط. البارطما كتكون من صالون، جوج ديال البيوت، وحمام، وتواليت، والكوزينة، والبالكون. هذا الاخوان هذا هو الصالون في هذا الشرجم. هذا الصالون كما كتشوفوا راه صالون كبير. وإلا لاحظتوا الاخوان فالفورمار هذا يزال هذا البرطمة، لان عاده السيمي فيني ما كتكونش الفورما ديال الارض دايزه كما كتشوفوا. برطمة راه بالفورما ديالها. هذا الطواليط الاخوان، وهذا الحمام فوق منه هذه السده. الحمام كما كتشوفوا راه حمام مزيان، حمام كبير. هذا الحمام، هو فاصل الحمام كاين هذا البيت. البيت راه بيت مزيان، يعني من ناحيه الكبر ديالو راه متوسط مزيان. عنده البالكون، هذا فيه البالكون اخوان، هذا هو البالكون ديالو. وكيف ما قلت لكم راه البارطما في الدوزيام ايطاج في الطبقه الثانيه، الموبل فيها جوج طبقات فقط. وهانتوما كما كتلاحظوا الفورمار هذا يزا البارطما. هذا البيت الاول. وهذه الكوزينة، هذه الكوزينة كوزينة كبيرة، عندها تشرجم على الزنقة. بوطاجي راه مبني. هذه هي الكوزينة الإخوان. وفاصل الكوزينة كاين هذا البيت، هذا البيت الثاني هو هذا. هذا البيت جاي شوكة، لان كما قلت لكم البرطمة راها شوكة، عندها جوج ديال الفراسد شوكة. هذا البيت هذا فيه جوج ديال الشراجم وبالبلاكار ديالو. هذه الزنقة والشارع اللي كتواجد فيه هاد البرطمة هي هذه. هذه هي البرطمة الإخوان، حرش ومرطوب سيمي فيني. اللي بغى يتواصل معنا فمرحبا به على رقم الهاتف اللي غتلقاو على الفيديو في صندوق الوصف. شكرا لكم على المتابعة. ما تنساوش الإخوان تابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. تبارك الله عليكم وشكرا لكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.